سلمة خاصة لك كابتن حسني. من مين؟ من المدام من مطار الشام. مالي موجود. ماله موجود يا مدام، طلع برات الدائرة، عفوا برات الطيارة. هات لشوف. نعم أنا الكابتن حسني. يا ستي عندك حق، انت تأخرتي وقرب موعد الطيارة، اضطريت امشي من غير ما ودعك. ساعة الزيت عال وطنق البنزين ملان، ممكن تكتفي بقيادة البيت وتتركي لي قيادة الطيارة؟ عندك حق، انت بتسوقي احسن من راسي. حاضر حاضر. ابدا لا سهر ولا سمر، من الطيارة على الكباريه، قصدي على الاوتيل. حاضر. نعيما. على شو؟ عالدوش. بل عندك لما بتتجوز. فشار انا ما بسلم قيادتي لست. وليلى؟ ليلى صنف تاني. يبقى اتفقنا. باقي دقيقتين لنوصل مطار القاهرة ونكشف عليه. المهندس لاسلكي غوار مطلوب في الكافيتيريا. شكرا. مالك ليلى شو هالعصبية؟ بابا غوار مجنني. لسه مشدد عليكي؟ ودلوقتي أكتر من الأول. سبب؟ عايز يجوزني متولي ابن عمتي. مبروك، متولي شاب طيب وابن حلال. يعني أنت موافق؟ على شو؟ يجوزوني متولي. تتجوزي أنت؟ طب وأنا؟ أنا فين بقيت؟ بقيانين بالقاهرة يومين. أهلا ليلى. أهلا يا حسني، بتقول هتقعدوا في مصر يومين؟ نعم يا ستي، طيارة دخلت تصليح وما بتطير لبعد بكرة. عظيم، معناها هنقضي يومين مع بعض، شو رأيك بسهرة الليلة بالشاليمار؟ أنا ما عنديش مانع. وأنا لا، وأنت؟ أنتوا حرين، أما أنا لا ما بسهر. وليه بقى؟ ليه بقى؟ ضروري احكي مع مرتي من الأوتيل بالتليفون حتى ثبت وجودي. اطلبها من الشاليمار ولا عم بحكي معك من الأوتيل؟ يعني اكذب. ومال؟ ما هم كل متجوزين بيعملوا كده. ها؟ هي صعبة شوي. مشان خاطر ليلى، أصلا واقعة بمشكلة ولازم نتعاون على حلها مع بعض. حاضر، هيك غلبتني. بس انا مش عارف اذا كنت حاضر ازوق من بابا ولا لا. قولي له عندك شغل بالمطار مثل كل مره. شغل في المطار بالليل؟ ايوه، عندنا اجتماع في الشركه يا بابا، وبعدين عاملين حفله عشان الثلاث الجيل اللي اشتروها. طيب ما تتاخرش كتير. حاضر. لكن انت مش لابسه هدوم الشغل. بقول لك حفله. وماله، هدوم الشغل اقيم. مش هلبس هدوم الشغل. مع السلامه يا حبيبتي، خدي بالك من روحك. باي باي يا ماما. ليلى ليلى، تحب اجي اوصلك؟ مفيش لزوم، خليك قاعد مرتاح. ما انا هرتاح لما اوصلك. لكن انا مش هرتاح. باي باي. شايف يا عمي؟ يا ابني سيبها على راحتها. دي بتهزقني بتهزقني، انا زعلان 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 زعلان. مؤاخذة. يا ابني هنعمل لك ايه بس يا متولي؟ كلميها يا طنط، تعالي عليها شوية، فهميها انها لازم تحترم خطيبها. يعني عاوزني
اضغط عليها واجوزها بالعافية؟ غصبا عنها دلوقتي جايز، لكن بعدين هتفهم ان ده كان لمصلحتها. يا عالم، مين عارف هيحصل ايه بكرة؟ الجواز ده يا ابني ربطة العمر كله. معناه ايه الكلام ده يا عم؟ على كل حال احنا بنعمل اللي بنقدر عليه، وكل شيء بامر الله. لا استاذن انا بقى. انت زعلت؟ لا ابدا، ودي حاجه تزعل؟ ده انا هطق. سلام عليكم. يعطيكم العافية، عملتوا جهدكم. شو اسمها الرقصان؟ اسمها جيرك. الله يجيرنا من شي أعظم. أنت عقلك دقة قديمة، هاي للشباب اللي مثلنا. فكرك الشباب الطايش اللي ما بيعرف المنيح من العاطل. إيه ده؟ طب ارقص معايا بقى. أعوذ بالله، أنا ما بعرف أرقص الرقصة. ما بدها علم ولا أصول، جنة على كيفك. لا ممنون. حروق، خفف الكرشي شوي، خايف شي يوم يركب طيارة ويدفعوه زيادة عفش. هذا كله مغيرتك، هذا كرش الوجاهة. ومرقص ما تكتفنيش، أنا واقفة. لا حول الله، تفضلي. خلي بالك من جاكيت، في 20 قرش. هو ده اللي انت سايباني علشانه؟ اهلا سيمة تولي، الحمد لله على السلامة. نزل ايدك، عيب قدام الناس. متشكر. قوم الحق حسني، قوم. يلا بينا. على فين؟ ننفذ بريشنا. وحسني أدى وقدود، ياما وقعتوا بمشاكل ونفد منها. خدوا بالكم من الجاكيت، فيه 20 قرش. حرام عليك. تيك فايف. مبسوط من اللي حصل؟ ايه اللي مجنني، كيف قدر يعرف مطرحك؟ تلاقي سأل عليا في الشركة، قالوا لا في اجتماع ولا حفلة. لا حول. المصيبة في بكرة، لا يروحوا للبابا. بسيطة، أنا هقابل أبوكي وأتفاهم معه على كل شيء. صحيح يا غوار، إمتى؟ أول ما يطلع النهار. طب هتقول له إيه؟ هقول له بصراحة كانت سهرانة. بس؟ وكلام تاني ما بيصح إنك تسمعيه. أنا لا يمكن أوافق على الكلام ده. ليه يا بابا؟ ده إنسان محترم ومركزه كويس، وبيحبني وأنا بحبه. ما شاء الله. انت نسيتي انك مخطوبه المتولي؟ يا بابا انا مش ممكن اتجوز متولي. ليه؟ ما بحبوش. ايه الكلام الفاضي ده؟ غريبه، مين اللي هيجينا دلوقتي؟ صحيح، مين هيجينا دلوقتي؟ مالك يا متولي؟ اسالي ليلى يا طنط. ليلى؟ وليلى دخلها ايه؟ سالها يا عم وهي تقول لك، ما كله بسبب. انت ايه اللي جابك ورايا؟ بتراقبني؟ انت مأمور ولا مخبر؟ ايه الحكاية؟ انا مش فاهم حاجة. شفتها يا عم بعيني دول، حط نفسها في حضن وهات يا رأس. حضن مين؟ راجل طيار يظهر انه سوري. طيار؟ عشان كده بتسبق وكلمني عنه. اسمع استنم، البنت دي من هنا ورايح مش هتخرج من البيت لغاية ما تتجوز متولي. حسني
نعم حسني، اللي ما بتجي المصائب إلا بسببك. باين عليه وحش، منيح اللي مشيت أنا وليلى. هيك لكان، أنا جسمي رقيق، كيف كنت بدي أتحمل؟ لا، بتحمل أنا. لا، لك بدي أفهم، أنا شو دخلي بالموضوع؟ ولو يا حسني، أنا مو صديقك الروح بالروح، كتير إذا أكلت علقة من شاني. هاي مو أول علقة باكلها بسببك، وإذا استمريت بصحبتك ما راح تكون آخر علقة. بصحتك، روق روق، يقصف عمري إن شاء الله. عفوا. ليه عملت كده يا بنتي؟ أنا ما عملتش حاجة غلط يا ماما. طيب والراجل اللي كان معاكي؟ إحنا بنحب بعض يا ماما، وهو عايز يتجوزني. الكلام ده لو صحيح كان لازم يقول لأهلك مش ليكي. هو جاي بكرة يقابل بابا. وكان فين من زمان؟ اشمعنى بكرة؟ لما كناش بالليل كان جه قبله دلوقتي. بعد إيه؟ بعد أبوكي مدى كلمة المتولي؟ دينا خلاص حددوا كتب كتاب بكرة. لو جوزتوني متولي هيبقى بكرة آخر يوم في عمري، أنا هموت نفسي. هو الجواز بالعافية؟ مش هتجوزه، أنا مش هتجوزه يا ماما. بس يا حبيبتي مش في نفسك كده، هدي نفسك ومن هنا لبكرة يحلها ألف حلال. أنا هفهم أبوكي. مع السلامة. شكرا يا عم، أنا بكرة منك ما هكون هنا إن شاء الله. متشكر قوي. مع السلامة. متشكر قوي. مع السلامة. مع عاجبك الكلام ده؟ أنا شايفة يا عبد الحميد إنك اتسرحت شوية. المسائل دي عايزة الحزم والتنطيط، ما منوش فايدة. البنت لازم تتجوز. تتجوز أيوة ما فيش مانع، بس يكون العريس عاجبها. العريس عاجبني أنا، وأنا أضرب مصلحتها. دي هتموت نفسها إذا جوزتها متولي. أنا ما باكلش من الكلام ده. شهرزاد اديني من فضلك كابتن غوار. الو غوار، انا ليلى. اسمع يا غوار، بابا عارف ان احنا كنا سهرانين سوا الليله. متولي جه وقال له. ها متولي؟ ها لازم علقه تانية. خليك لابس، ابعت له حسني لحتى يأدبه. بشرت. انا بقول يا عبد الحميد تخش تكلمها كلمتين حلوين، يمكن البنت تهدى شوية. أمرك يا ستي. اهديها يا رب. بقول لك بابا حدد ميعاد كتب الكتاب بكرة. أيوه أنا متولي. أنا مش عارفة أعمل إيه دلوقتي يا حبيبي. حبي البوش وأنا هوريكي، وأدي التليفون كمان. من هنا ورايح مفيش خروج لحد ما تتجوزي متولي. انت فهماني؟ مفيش خروج من البيت. انت احنا بتعدي اسمك سيبيني، انا هكسر رقبتها. الو الو، غريب الخط مشغول على طول. يمكن عم تطلبك هي كمان. سكر الخط شوي. قلبي عم بدق يا حسني.
لهالدرجة بتحبها؟ بحبها مو بإيدي، والله العظيم هي بحبها، والله بحبها، بحبها. حبك بس ارفعني. عفوا لا تدخلني مشاكلك بالمرة. ألو؟ نعم حبيبتي، طبعا أنا غوار. ليه ليه؟ نعم؟ إيه؟ ما بقدر، مستحيل يا أخي. طيب هاتوا. نعم، احترامي سيدي. حاضر سيدي، مسافة الطريق حكون في المطار. شوفي المهندس أديب مريض ولازم طير بداله حالا، وليلى حطير من إيدي يا حسني. زعلتني والله. والعمل فكر معي بطريقة. لازم تأجل كتب كتابها على متولي. أبوها مصمم على كتب الكتاب بكرة. يا ريت يقدر ساعدك. تقدر كيف؟ تخطف متولي قبل كتب الكتاب وبتحبسه عندك بالأوضة لغاية ما أرجع من رحلتي. لك ما كفاك اللي عمله فيي؟ إذا هيك عمل بمحل عام شو رح يطلع منه بأوضة مقفولة؟ حسني أنت بتريد تعذبني؟ هذا ما بينحبس بأوضة، لازمه قفص. في طريقة تانية. شو هي؟ تجوز ليلى. تجوزها مين ماسكك؟ أنت تتجوزها. نعم؟ مؤقتا يا أخي، مؤقتا. أنت حتما حرارتك مرتفعة. افهمني يا حسني، إذا تجوزها متولي راحت مني للأبد، وإذا تجوزتها أنا بروح بداهية للأبد. افهمني، زواجكم راح يكون حبر على ورق، يعني زواج مع وقف التنفيذ، ولما برجع عالشام بتطلقها وبتزوجها أنا. يا حبيبي على هالأفكار، ومرتي إذا دريت؟ مين راح يدريها؟ كلها كم يوم بس. لا حبيبي، يفتح الله. تصبح على خير. قال اتجوزها. بسيطة. أنا إذا انتحرت راح يعذبك ضميرك طول عمرك. أشكرك، بعرف راح توافق. ألف مبروك يا بيه. ميرسي. من فضلك الأستاذ عبد الحميد وارد الأنسة ليلى موجود؟ أيوة، أي خدمة؟ أنا الكابتن حسني، بريد قابله لموضوع مهم. أنا عبد الحميد، اتفضل اتفضل. مش تتفضلي تعملي بروفا ستريل الفستان؟ لا بعدين مش حيل؟ ان شاء الله ما لحق. ليلى، تعرفي مين اللي جه عندنا دلوقتي؟ مين؟ والنبي؟ ايوه، واحد بعبوكي تحت في الصالون. يا حبيبتي يا ماما. حلو فستان يا ماما؟ ماما يا ابني، انا مش راجل متزمت، بالعكس انا راجل عصري، وعارف ان الايام دي غير ايام زمان. يعني ما عنديش مانع اني اجوز بنتي للانسان اللي هي بتحبه ما دام يكون من اصل طيب. هو من هالناحيه اصله طيب جدا جدا. يبقى على خيره الله والخيره في الوقعه. انا كل اللي يهمني سعاده بنتي. خلي العريس يجيني دلوقتي عشان نتفاهم على كل شيء، وانا مستعد اكتب الكتاب الليله. طيب ممكن ناجل كتب الكتاب يومين بس؟ مش ممكن يا ابني، خصوصا بعد كل الناس ما خدت خبر زي ما انت شايف. لا يتم جوازهم الليلة لاضطر اجوزها للانسان اللي انا اديته كلمة. حسيت يا عمي، انا اتكلم يا ابني. انا طالب ايد بنتك ليلى. يعني انت العريس؟ نعم يا عمي. طب وليه ما قلتش كده من الصبح؟ الحقيقة انا كنت خايف لحضرتك ترفض. بالعكس يا ابني، ده انا حتى اعتقد ان جوازكم هيكون موفق ان شاء الله، خصوصا وانتم زملاء في الشغل، يعني ضروري تكونوا درستوا اخلاق بعض وفهمتم بعض. تعال يا ليلى، تعالي ما تتكسفيش.
تعالي. ألف مبروك يا بنتي، أنا غيرت رأيي ووافقت على كلامك. خشي بقى اقعدي مع عريسك عبال ما تفاهم مع والدتك على إيه اللي هنعمله. إيه الحكاية؟ هشرح لك الموضوع باختصار. المسألة يا ستي ثانية يا سنسن. أيوه عبد الحميد. إيه رأيك يا ستي بقى؟ أنا موافقة يا عبد الحميد، نجوز البنت اللي بتحبه. الله، طب وش عرفك إن أنا جاي أقول لك كده؟ أصل شفته، في الحقيقة البنت عندها حق. أيوه، طب هنعمل إيه في متولي؟ يا لا 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 لا، يلالي متولي؟ يا ليه ليه سودة؟ ما تخافش ما تخافش، متولي تعالى يا متو. متو؟ متو اشوفك اشوفك يا غايب عن عيني. الف مبروك يا حياتي. الله يبارك فيك. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك تاني؟ استنى نتفاهم بالذوق من غير ما تحرك ايديك. انا جيت اخطب ليلى وبابا وافق. وافق؟ الف مبروك يا حياتي. شركة الطيران العربية السورية تعلن عن وصول طائرتها القادمة من القاهرة، شكرا. اي سلامتك. ميرسي. العفو. مش عارفة من غيرك كان حصل ايه. كنتي وقعتي على الأرض. ياه، لا كده أحسن. هو هيك أحسن، بس الناس ما بيشاركونا هالرأي. عندك حق. اي رجلي مش قادرة اقف. ارتاحي مرة ثانية. ما تسيبنيش من فضلك لحسن بعدين اقع. يظهر انا اللي وقعت. انت لطيف قوي. بالوراثة. اي حبل على السلامة. الله يسلمك. أنا تعبتك معي. بالعكس، مستعد أتعب معك كمان لوصلك للأوتيل. أنا مش ساكنة في أوتيل، أنا عندي شقة على روشة. يا بخت صاحب العمارة. ممكن تتم جميلك وتوصلني؟ يا ريت. أي أي تفضلي. أي شو السلام يا ليلى. الله يسلمك يا حسن. يا ترى في حد عارف ان احنا جايين؟ لا لا طبعا ما في حد بيعرف. الله، ومالك خايف ليه؟ مرتي شديدة وعصبية كتير، ولو عرفت اني اتجوزت رح تحصل كارثة. الكارثة حصلت. حصل ايه؟ ما مرتي بالمطار. طب هتعمل ايه؟ انا مضطرة لأتركك ونتقابل بعدين بساعة الركاب. لا ما تسيبنيش لوحدي. الحمد لله على السلامة يا بيك. الله يسلمك. خير، ليش اجيتي على المطار؟ يعني اتضايقت حضرتك؟ طبعا اتضايقت، لانك تعبتي نفسك. وما شعرت بالضيق لما عملت عملتك السوداء؟ عملتي السوداء؟ انتي جنابك ناسي انك تاركني ملطوعة جنب التليفون مستنية منك كلمة تقلي انك بدك تتأخر؟ يا شيخة خضيتيني. هي عملتي السوداء؟ على كل حال قدامي على البيت لنتحاسب. لا، انتي سبقيني، انا متأخر شوي، عندي تقرير لازم اقدمه. ولا تنسى التقرير الثاني عن تحركاتك يومين بالقاهرة. حاضر يا ستي. حاضر يا شريكة حياتي. حياتك؟ فتح عينك. عندك حق. منك لله يا غوار.
أي لا تأخذيني يا أنا اسمي زيزي عايشة الأسامي وبشتغل فنانة ونعمل أشغال وليا معجبين كتير قوي الله يكتر المحبين زادوا واحد بيقولوا علي هوائي معناها بتحبي الطيران أموت في الطيران وأنا بعيش منه ترى حنطير في يوم مع بعض ومين قالك اني بهاللحظة انا على الارض في صحة الصدفة اللي جمعتنا مع بعض الصدفة اللي ما بتحصل الا بالافلام نهارك سعيد. أنا عامل حجز بالتلغراف من مصر. الكابتن حسني. تمام. تفضل. غرفة 315. شكرا. تفضل. أهلا كابتن حسني. أهلا كمال. فينك يا أخي أنت ما بتسأل عن حدا؟ والله ظروف ظروف يا كمال. على كل أنا راح أتصل فيك ضروري. عن إذنك. تفضلي تفضلي باي باي تفضلي مين هالأمورة يلي مع الكابتن حسني عروسته عروسته يا كابتن عروسته والله عرفت تنقي يا أبو الحسون شكرا نورتي الشام يا عروسي منورة بوجودكم عن إذنك أنا مضطر أمشي هو غوار حيوصل إمتى؟ غوار متأخر لبكرة مش قلتلي حيوصل النهاردة؟ سألت عنه بالحركة وقالوا لي رح يوصل بكرة يا خبر؟ يعني حاعد لوحدي كده لبكرة؟ معقول؟ أنا رح أكون على اتصال دائما معك ميرسي قوي يا حسني بعتك معايا يا جوزي مع إيقاف التنفيذ مع السلامة مع السلامة Thank you.
حد غيري؟ ليش انا قادر اشوف بعيوني؟ بتعرفي ترقصي منيح يا هو انت لسه شفت حاجة؟ بصحتك قلت اشرب في صحتك لغاية ما عدمت صحتي وانا دايما هشرب في صحتك يا ايه؟ كيف اقولها قبل الاوان؟ بالعكس هلا ان الاوان صحيح يا حبيبي؟ طبعا طب يلا بينا بقى يلا بس على فين؟ بعدين اقول يلا
ما بدك تفطرين؟ ما بيكفي انك ما تعشيتي امبارح؟ يعني بتريدني صدق انك ما سرت باليومين اللي قضيتهم بمصر ولا رحت لهون ولا هون؟ يا شيخه حرام عليك، خلي ثقتك فيي منيحه بترتاحي وبتريحيني. نفسي صدقك بس. نحن من امتى مجوزين؟ 6 سنين. طيب لاحظتي علي بهالمده اي غلط؟ انا عارف. كيف ما بتعرفي؟ انا عم بطلع غير من البيت للطياره ومن الطياره للبيت. بالله والمضيفات ويلي بيركبوا الطياره والناس اللي بتشوفهم بالطريق. تاكدي اني مخلص الك جدا وبالدنيا ما الي غيرك. يلا يا شيخ سمي بالله وكلي خليني اروح شوف شغلي. بتعرف يا حسني لو اكتشفت بيوم من الايام انك عم بتخونني. لا سمح الله ولا قدر. يلا يا شيخ سمي. الو نعم الكابتن حسني موجود؟ مين عاوزه؟ اوتيل سمير رميس مدامته تريد تحكي معه. مدامته؟ حطم النمر غلط. هاتي. نعم ايوه مدامتي هاللي ردت عليك. عم يسأل اذا كنتي مدامتي. ايوه اسف كابتن حسني تفضلي. الو حسني ما جيتش ليه؟ انا مش عارفة اعمل ايه. اهلا وسهلا رؤوف بيك. الحمد لله على السلامة يا اخي. رؤوف مين يا اخي؟ انت جرى لك حاجة؟ انا ليلى يا حسني. وانا سعيدة اللي شفت صوتك. لازم اسمعك ضروري. مع السلامة. الله عليك يا رؤوف. تصوري من سنتين ما شفته. حسني شبك شو عم تعمل فتة؟ الأكل برا؟ فتة ايوة نفسي هفتني على فتة بيض. يلا بسم الله. أهلا كمال. هذا كمال صديقي. شوفي تحبي تحكي معه حتى تتأكدي؟ نعم. مبروك العروسة الجديدة يا كابتن حسني. الله يبارك فيك. طبعا رح نتقابل بالشركة. أنا جاي حالا. مع السلامة. مبروك على شو؟ أنا قلت مبروك؟ عم يبارك لي بالترفيع جديد. أنت ترفعت ومخبي علي؟ هي أنا كنت مخليها مفاجأة. هاي مو أنا بعد يبرد الأكل. إيه تعال هون. نعم. الو 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 لا تتعبي حالك هيك ارياح. باي باي. انت لسه ما اكلت؟ الحمد لله بدي الحق الشغل. بعدي. فين اخذ التليفون؟ اخده حتى ريحك من ازعاجه. اما اطوارك غريبة اليوم. بدك تاخد التليفون معك على المطار؟ بلا امرك. راح اقفل عليك الدولاب احسن. انا عندي احساس انك مو رايح الشغل وخايف لاسأل عنك. انا؟ بالعكس. تفضلي. خلي التليفون يزعجك برنينو. الفيش الفيش الفيش. الو 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 نعم الساعة 9 يا كابتن. طيب انا شو دخلي؟ سيارتك طلبت وصحيك الساعة 9. طيب شكرا. Thank you.
صباح الخير يا حبيبي. أنا فين؟ أنت في حضني يا حبيبي. يا ساتر قفشونا. مين؟ أنا. إدارة الفندق بتبارك لسيادتك، ألف مبروك. ليش أنا فين؟ بالأوتيل يا بيك. وأنت مين؟ المتر دوتيل. وهي مين؟ مدامتك. وأنا مين؟ جوز الست. فهمت. شكرا. أفهم. شكرا. لا ما فهمت. يا متر. يا متر. يا متر. أقول لي يا متر. عفوا أنا مين؟ أنت مجنون. مظبوط. يلا بسرعة بقى يا حسني. أكتر من هيك في سرعة؟ أما طيار إزاي؟ أنا طيار جوي مو أرضي. أصل غوار وحشني قوي. وأنا وحشني أكتر. يلا بسرعة. يوه حسني يلا بقى. طيب تعالى بس. طيب يلا تعالى. حسني اجري بقى وحياتي. اهلا صلاح. اهلا كابتن حسني. فين غوار؟ غوار بقي في بيروت. شو بقي يعمل؟ افتكر طلب اجازة كم يوم. ليش؟ ما بعرف. عن اذنك يا كابتن. تفضلي نمشي. وما في غوار؟ ما وصل. ازاي؟ مش طيارة بيروت وصلت؟ لكن غوار لا. ليه؟ طلب اجازة يا ستي. اجازة وعارف ان انا هنا وفي الظروف دي؟ ما انا ظرفي ألعن. انا مش مصدق ان غوار يعمل كده. الله ليه ما جاش يا حسن؟ انا بعرف. بدي امشي على قدو لما بيوصل على المشاكل اللي وقعني فيها. تفضلي. غوار الغدا رح يبرد. وضبت الحاجات يا زيكو؟ كل شي جاهز للسفر. يا خساره ما عندناش غير يوم واحد من شهر العسل. ولا يهمك منقضي البقيه بالشام هنيك. العسل اطيب. انا كل اللي يهمني اكون جنبك يا حبيبي. شايف بتحب. طبعا. مين قصدك يا كابتن غوار؟ كابتن حسني. غوار وصل من السفر؟ لا. ما في أي خبر عنه؟ لا أبدا. شكرا. مع السلامة.
بالله على السلامة. الله يسلمك. عجبك بيتنا الصغير؟ جميل قوي. تسمحي. طيب. الو مين؟ دقيقة واحدة. كابتن حسني موجود؟ لا لسه ما رجع. لما بيرجع تعطيه الهدية. حاضر. شكرا. نعم مين طلبه؟ بالله من فضلك خلي له خبر يتصل بأوتيل سميرميس ضروري. شكرا. طب من فضلك لو اتصل او جي انا في اوضتي. حاضر. ميرسي. زواج سعيد من موظفي شركة الطيران العربية السورية. يلا. مساء الخير. خير ان شاء الله. شبه؟ ابدا. منين الهدية؟ هدية من زملائك بالشركة بمناسبة الزواج. تفضل. ممكن توضح لي يا كابتن؟ الموضوع واضح. بيباركونا بالزواج. بالله بعد 6 سنين؟ بيظهر الهدية جاي عن طريق مصلحة البريد. على فكرة عايزينك بالسميرميس. ياه شفتي؟ هذا رؤوف. ما تعد ما يتعشى عنا؟ لا باعتبار هو مشغول وما بيحب يتعشى بمحل مقفول. على كيفك. ممكن نروح شوفه وارجع؟ طبعا طبعا بس لا تتاخر يا روح. ابدا. باي باي. باي باي. الله معك. يا انا حماره يا هو عم يستحمرني. شو ها؟ لمين دول؟ ليك يا حبيبي. المناسبة؟ الحقيقة حبيت اشتري لك شوية حاجات من بيروت، عجبتني في البترين. كل هالجزم؟ عشان تفتكرني طول ما انت ماشي بيهم. ورجلك ما تروحش كده ولا كده. الله يقدرني اسعدك ورد لك كل فردة بعشرة. أنا كفاية عليا حبك. مين أسعد مني أنا مين؟ مين أتعس مني؟ أنا أتعس منك يا ستي، وحاسس كأني مجرم وخايف تكشف جريمته. دخيل أبوك، الكابتن حسني موجود؟ نعم موجود بأوضته، حضرتك بتريد الكابتن حسني ولا عروسته؟ بريد الاثنين سوا. مين حضرتك حتى خبرون؟ لا أرجوك خليها مفاجأة أحسن. النبان أوضة. طابق ثالث، غرفة 315. شكرا. مع السلامة. بعدها؟ هم قالوا لك أخذ إجازة كم يوم؟ أخذ إجازة مفتوحة. حد في الدنيا بيحب يعمل كده؟ هذا تصرفاته تختلف عن كل الناس، حتى بيحبه، حتى بمعاملته لصديقه. طب ليه هو عمل كده؟ شو ذنبي؟ ذنبك انك تتجوزني وتجيبني هنا في مرمط المرمطه دي. اسمع اول حكي، ما دام انت مش واثق بالاتفاق اللي اتفقتوا عليه، اتجوزتني ليه؟ ليه؟ انا جاي اساعدك على تنفيذ اتفاقكم يا مدام. الله واحنا الداهي. مين حضرتك؟ بعتقد اتفاقكم انه يطلعني لما توصلوا الشام. ده والله العظيم. ولك عين تحكي يا خاين يا ثعلب. يا هانم حضرتك فاهمه الموضوع غلط. خرفي انت ضره ولك عين تحكي. الله يسامحك. ممكن بقى تسمع الحقيقة؟ ايه دخيلي؟ الحقيقة فهمي الحقيقة. انا فهمانة كل شيء. تقبرني محاضرتها صاحبك رؤوف يلي ما بيحب يتعشى بمحل مقفول. يا هانم ارجوك احنا في اوتيل وما يصحش زعقي كده.
دعش خاطرك تقبريني؟ ما شاء الله حضرتك حساسة وبتفهمي بالأصول. يا سميحة حرام عليك، تحرم عليك عيشتك. روح. هلا حسني عجبك؟ يضرب حظي. يا روحي روحي. بعد عني بعد عني بعد عني. بتشغلك بس ما تروعي ما تروعي. بتستاهل الضرب والنار. بستاهل لو كانت نيتي سيئة. يا سلام على النبايا الحسن اللي اتجوز فوق مرته بيقول نيته حسنة. والله العظيم والله العظيم مثل ما فهمتي، هي خطيبة غوار وراح يتجوزها أول ما يرجع. شو بقى؟ لاقي لك وحدة عبيطة أو طالعة من العصفورية واحكي لها اللي حصل يمكن تصدقك. لازم لها لما قدرت تقعد من غيرك. ألو مين؟ غوار. الحمد لله. أعطيني غوار جيب بي وقتك، أنا جاي لعندك حالا. اوعى تطلع من البيت. الحمد لله فرشت فرشت. يلا يلا الحمد لله. امشي معي ديوه لفين؟ لبيت غوار تسمعي الحقيقة من تمه. لا 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 بروح ولا بشي. الله يخليكي، هاتي ايدك لبوسك وايدك الثانية. بس امشي معي دقيقة واحدة وبعدين اعملي هاللي بتريدي. يلا الحمد لله الحمد لله. خليك على جنب، انا بدي ادخل وحدي. احسن حتى ما تقولي اني اتفقت معه. الحمد لله. طيب طيب. يا مسا النور. خير ان شاء الله؟ شايفك نرفزة وعصبية. الظاهر حسني مزعلك بشي؟ لا ابدا، شغله بسيطه تعود علي بس. عن جد؟ عروستي زيزي مدام حسني صديقي اللي كلمتك عنه. تشرفني يا هان، اتفضلي. قلت لي الست عروستك وبشهر العسل. لحظه واحده بس. تفضل حسني بيك. بتحكي هلا وعرفتي الحقيقه؟ عرفتها مضبوط. الحمد لله. تعب بقى لبوسك رغم اني زعلان منك. انا اللي زعلان منك. خير؟ صحيح الخبر اللي قالت لي اياه المدام؟ انو خبر؟ انك تجوزت عليها؟ نعم. خيبت املي فيك تفيه عيب الشوم عليك. غوار التجنين؟ هو يلي بيحكي الحقيقه بيكون مجنون. مو عيب، مرتك بتحبك وصار لها بعشرتك 6 سنين تتجوز عليها؟ فين الاخلاص؟ فين الوفاء؟ غوار لا تجنني. لا تحاول تاثر عليه حتى يحميك ويغطي على جريمتك وتعكر صفوه مع عروسته. عروسته على سنة الله ورسوله. الله ورسوله ينتقموا منك يا غوار يا ابن الطوشة. سميحة الله ينتقم منك ومن الضالين يلي مثلك. شو ذنب الناس الابرياء الطيبين؟ هلا انا ضال وهذا بريء وطيب. بس سميحة بارني. سميحة ايه الحكاية؟ يا حرام مسكينة، مرته اتجوزت عليه. بتقول ايه؟ قصدي اتجوز عليها. انا عملت له ايه بس؟ ليه يضحك علي ويضيع مستقبلي؟ وانا كمان شو ذنبي؟ انت متاكد انه هو اللي قال لك تعمل كده؟ طبعا متاكد، ناقشنا ساعة وباس ايدي حتى قبلت. طب ليه هو بس بيعمل كده؟ سأليه؟ انا لازم اقابله دلوقتي حالا. هو نمرته كام؟ 28697. الو اديني من فضلك 28697. انا عمري ما شفت هيك بني ادم ولا كان عنده خبر. الو غوار موجود من فضلك؟ راح هو ومدامته سهرانين بعلي بابا. صار؟ حضرته سهران مع مراته الجديدة. والله بيحق له. حسني يلا بينا نروح له. نروح لأبوه كمان. امشي.
يا بنتي يا بنتي، البيت اللي رباكي موجود، والزوج الخاين لا أسف عليه. لكن أنا ما راح أسكت أبدا، لازم أعطيه درس ما ينساه طول عمره. لا أرجوك يا عمر، أنت عصبي وبخاف لا توقع نفسك بمصيبة. أختك عندها حق، نحن بالليل والله بيعلم صهرك هلأ وين بيكون. أنا راح بسأل عنه بكل محل، وإن شاء الله بيقضي شهر عسل مصفى. طول بالك يا عمر. عمر أنا رايحة معه يا أمي، خايفة خايفة لا يضرب حسن. سترك يا رب. وبعدين معاك حنقضي السهرة كده، ما تشيل حسني واجع القلب من دماغك بقى. قلبي ما عم يطاوعني، عملته ما حدا بيعملها ابدا. كاسيك شوفي الوقاحة، جايب عروسته الجديدة وجاي يسهر هون. ما تسيبنا منهم بقى، قاعد هنيك مع العقربي. اهلا وسهلا. من فضلك بدنا ترابيزه من عزقه شوي. تفضلوا. انت لا تزعجي حالك، انا راح اجيبه لهون حتى تكسري دماغه. بالعكس انا اعصابي في الثلاجه، حكلمه بكل هدوء. انا لا تسمح بدقيقتين من وقتك يا صاحب السيادة؟ نعم. مش تمس يا كابتن؟ سبق ومسينا يا مدام، ممكن تفضل؟ خير. خير يجيك. بتردني بموضوع مهم؟ أبدا، بدي أبحث معك بموضوع الهدية اللي حملتني إياها من مصر. هدية؟ واقف لأتذكر. أي هدية الله يهدينا، أي هدية يا غوار. لما بتشوفها بتتذكر. غريب، ما بذكر وصيتك على هدية. على العموم أنا مو لازمني هدايا، خليها معك. بتقوم ولا لا؟ لا بقوم. كده يا كابتن حسني وزعت مراتك القديمة وجاي تسهر مع العروسة؟ أنا حر يا مدام، نحن بشهر عسل. عن إذنك. تفضل. مين ليلى؟ أهلا. تعرفها؟ ولو يا حسني، اللي من الاول ان ليلى العروس. مفيش داعي للهزار. والله ما عم هزر، بشرفي فرحت لكم من قلبي. سكيني بقلبك يا اخي، شايفه طول عمره قليل الوفا. اتكلم جد من فضلك. طيب فاكر يوم ما كلمتني في التليفون؟ طبعا، معقول انسى؟ وقلت لي انك بتحبني ولو بابا موافقش على جوازنا هتخطفني. مظبوط، حتى بالأمارة يوميها بابا ظبطني وكسر تليفون، فاكر؟ والله مظبوط. تتذكر يا حسني قلت لك انقطع الخط؟ الحمد لله، يعني ما لك فائد ذاكرتك. اعوذ بالله. وساعتها اجاني تليفون من المطار حتى سافر فورا محل زميلي. صح؟ يا عيني عليك. طب حصل ساعتها ايه بينك وبين حسني؟ اتفقتوا على ايه؟ ما كنت بريد استرجع هالذكرى لانها حطمتني. نعم؟ حسني اعترف لي بحبه الي وكشف لي انك بتبادليها الحب وترجاني ابعد عن طريقك حتى تتجوزي. الله لا يعطيك عافية، لك شو عم بتخرف وتحكي. وطبعا انت قبلت تضحي بحبك عشان تسعد صاحبك. مزبوط، كأنك عرفتي اعماق احاسيسي. لك انت الك حس. وكده هانت عليك نفسك بالسهولة دي؟ شو اعمل انا عاطف، وبعدين ما بخبي عليك يهددني بالانتحار. انا يا حسني انا راح احكي كلمتين وبس. بدي يشتغل الحك بجلدك، تفضل احكي. لازم تعرف انه ليلى بتسوى راسك وميحة اللي قبلت تتجوزك، لا تكون هوائي متقلب. ايه؟ وانا خليني اعيش طول عمري داوي الجرح اللي تركته ليلى بقلبي. عن اذنك، علي واجبات تجاه انساني قبلت تشاركني حياتي التعيسه. حسني رايح فين؟ بدي اطلع بروح. انتي صدقتي هالمحاضرة اللي انا؟ طبعا لا. وبعدين نتركه هيك المرمدين للارض؟ بالعكس، احنا في المرمد بالارض. وكيف يا حسرة؟
انا عارفه صنف الرجاله ده كويس. هولع النار في قلبه. يا ريت. وهي ولاعه. انا عندي الولاعه الحريم ما تخيبش قدامي. تعالى. مع جوزها؟ صحيح، لكن انا عايزه غيظه. لقيته. بحياتك يا اخي طول بالك. خليكي، خلينا نغيظه. ايدك ولا شو بدي اعمل فيك؟ عجبين؟ خلينا نغيظه. عم بتغيظه ما اخوت. لحظة واحدة، قولي له جاي. على مهلك يا حبيبي. العفو يا مدام، استغفر الله. وبعدين بقى انت ناسي ان انا مراتك؟ البس يا حبيبي. تسلم هالايدين الحلوه يا مرتي العزيزه. تعرف انك هتوحشني؟ دي اول مره تسافر فيها لوحدك بعد الجواز. وانت هتوحشيني اكتر، لكن الشغل ما بيرحم. ما تنساش تسلمني على زيكو في بيروت. يمكن ما اقدر اشوفه بهالسفره. لا، هو مستنيك في المطار. كلمني امبارح وقلت له انك مسافر. يا عيب الشوم انه عم يعذب حاله معنا. دي زيجو بيحبك بشكل. وانا بحبه بشكل. جاي كده؟ عفوا لا تاخذيني، هي اول مره بتجوز فيها. شوف وشك بخير. باي باي. Thank you.
هتولع لي؟ بس ما معي ولاعة. تفضل. يكفيك شرة. شكرا. 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 كابتن غوال دائما بآخر الطيارة. لو بعرف انك مضيفتنا اليوم كنت اجيت قبل الركاب. تعلن الخطوط الجوية العربية السورية عن وصول طائرتها القادمة من دمشق. الحمد لله على السلامة يا كابتن. الله يسلمك، ما كان في لزوم تتعب نفسك وتجي. ولو بدك مدام زيزي تزعل مني وتقول اني مقصر بخدمتك. قصدك مراقبتي؟ بالعكس، انا عامل لك بروجرام بجنن، في بلاي بيشتغل معنا، حجزت لك منه اجمل بنات تتغدوا سوا وتقضوا ساعتين زمان بحمام السباحة. ما كان في لزوم لهالشغلات. شغلي عالطاير مثل شغلتك. يا معين. صحة الكابتن غوار. بصحتي أنا يعني. عن إذنكم. جزار. سألته عن شيء؟ بتحب جيب لك خبره؟ أنا عايزك تجيبهولي هنا حالا. أنا حخليه يعترف والدهذين. ده ألماس بربع مليون جنيه يا مغفل. أمر سيادتك. حاضر حاضر. Vous parlez français؟ No. Oh. You speak English؟ No. Oh. تشبيخن دايتش؟ يا مي كابتن توشي؟ اون زغاي 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 ايش لي بديش؟ اي لاف يو ديث، بحبك موت. زير جود زير جود جود.
يلا نمشي يا كابتن. انا اشلي بديش. يلا بدنا نمشي. نحن لحقنا. لا تخاف، انا محضر لك مفاجأة احسن. شو هالحكي؟ مثل ما عمل لك. يلا. I see your face in good، يعني شوف وشك بخير. او في دغزين او في دغزين او في دغزين. او في دغزين. شرف. ما قلت لي على فين؟ شرف. يلا. وديني على فين؟ امشي وبعدين راح تدعي لي. امشي. مو هذا جسر نهر الكل؟ ايه هذا هو. أنا فين؟ من غير لف ودوران. الماس فين؟ الماس؟ الماس إيه؟ ديكو خليه يفتكر الماس إيه. أي! شو عم تعملي يا ليلى؟ أنا قررت أرجع مصر. وأهلك؟ حفهمهم الحقيقة. ممكن تروح معي الشركة عشان نحجز؟ حاضر. أنا آسف يا ليلى، يا ريت أقدر ساعدك أكتر. أكتر من كده هتعمل إيه؟ مش كفاية المشاكل اللي جات لك من تحت راسنا؟ أنت مالك ذنب، الله يجازي اللي كان السبب. زيكو، ما راح تقول الألماز اللي كان بكعب جزمتك وين؟ ما تقول هيك من الأول. تفضل، هاي الجزمة بحالها، خليها على شأنك. السلام عليكم. يا ماما. يا جماعة حرام عليكم، أنا يتيم، جدي ميت من زمان.
اسف يا كابتن، ما في محلات. لكن انا حاجز محل. بيني وبينك في تعليمات من امن المطار بتاخير سفر ليلى عبد الحميد. سبب؟ علمي علمك. شكرا. طيارة اليوم كومبليت. مش ممكن، لازم اسافر. تركيني الموضوع لي، انا بكره عندي سيرفيس للقاهره وبدبر لك محل على طيارتي. يلا. برضه مش عاوز تقول الالماظ راح فين؟ والله ما عندي اي فكره. حدا منكم شاف الالماظ يا شباب؟ لا. عال ولا انا. خذوه فسحوه. لك يا شرطة، أنا بجسر نهر الكلب رح يقتلوني. يظهر إنه غوار مقف وخطر. طمن. ألو ألو، على جميع سيارات الأمن أن تتجه فورا إلى جسر نهر الكلب وتقتحم القصر المهجور وتقبض على جميع أفراد العصابة وخصوصا رئيسهم. شكرا. بوليس بوليس. المجرمين لسه بالوقت. فعلوا كيس حي الله. راس حني مع طاخل وبرهوه يلرق. هذا هو رئيس العصابة يا حضرة الضابط. غوار، انت جرى لك حاجة حبيبي؟ يخرب بيتك، انت اللي مدوختينا زمان. انا بعرف انها من العصابة بس ما توقعت تكون الراس. اللي بتقوله ده اللي بقى عني. خربتي بيتي، بدكم مني شي بعد؟ سلام عليكم. خليك معنا تم الاجرام، قض عليها. انا مكلف من قيادة الامن بتسليمك كتاب التقدير والشكر على معاونتك لنا للكشف عن عصابة التهريب اللي دوخت الانتربول من سنتين. انتوا كلفتوني بالمهمة وانا قمت فيها حسب توجيهاتكم.
هو صحيح كان عندنا معلومات بانه العصابه اختارتك لتنصب شباكها حولك. نحن اخترناك، لكن انت كنت بارع بتمثيل دورك. بارع لدرجه اني فقدت اغلى انساني واعز صديق. لا تكون متشائم، نحن اهتمينا كمان بهالموضوع وكل شيء رح يتصلح. يا ريت. هلا بستأذن، طيارتي رح تقوم بعد 10 دقائق. مع السلامه. شركة الطيران العربية السورية تعلن عن قيام رحلتها إلى القاهرة. يرجى من حضرات المسافرين التوجه إلى الطائرة من الباب رقم 3. شكرا. مكالمة خاصة إلى كابتن حسني. من مين؟ من المدام. هذا أنت؟ أنا لا يمكن إطلع الطيارة وأنت فيها. طيب خذ المكالمة بالأول، هالمرة مو من الأرض، من نفس الطيارة. شو بيها؟ سميحة يا حسني، أنا آسفة على اللي حصله، من حقك علي؟ رغم إني ما فهمت شيء، لكن الحمد لله، اللي بيهمني رضاك. كابتن غوار، مكالمة إلك من داخل الطيارة. إلي أنا؟ تسمح تشرف؟ مين؟ ليلى؟ على فين؟ أنا عايز أنزل، مش ممكن أقعد في الحتة اللي فيها غوار تاني. كابتن غلطان، أصل الحكاية يا ستي. غوار يا حبيبي يا غوار. هلأ فهمتي الحقيقة؟ واستريحت؟ الحمد لله. تسمع من فضلك تقول لحسني فرمل وينزلنا؟ أوي. الكابتن حسني بيرحب بالعروسين ويرجو لهم حياة سعيدة، كما يرجو لهم وللسادة الركاب رحلة مريحة على متن طائرة الخطوط العربية السورية. عفوا.